محمد، يعني طوال سيدتي هذه السنوات الماضية لماذا لا لم تقدم؟ لماذا يستطيع انتظرت حتى هذه نعم اللحظة خلال لا 72 يستطيع ساعة؟ رئيس الحكومة مخاطبة الشارع بأكمله، يجب أن يكون هناك من يمثلهم، وهذا أمر طبيعي جدا. من حق هؤلاء الناس النزول على الشارع، ومن حقهم أن يكون لهم ولكن تمثيل أليست مطالب وتشكيل. الشارع اسمحي معروفة؟ لي شوي. لا أبدا، لا أبدا، مش معروفة. أنا اليوم شفت رقاصة عم ترقص قدام المسجد، شو مطالبها هاي؟ بدي أفهم. قدام مسجد الأمين اليوم كان هناك راقصة أمام باب المسجد، ما مطالب هذه الراقصة؟ من يمثلها؟ ماذا تمثل؟ طيب أنا أحكي واقعة يعني حقيقية. هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها الشارع. يا وسأود سيدتي إليك سيد أقول محمد، يعني راقصة خرج عند أزمة اسمعيني النفايات شوي وخرج عند سيدتي. الحرائق وسلسلة أزمات يا طالبة، سيدتي اسمعيني من مطالب فضلك، الشارع واضحة. اسمعيني من فضلك، أنا أقول يعني لهؤلاء الذين نزلوا إلى الشارع، هذه راقصة بتوب رقص، يعني لابسة بيكيني واندروير وبترقص قدام باب المسجد، هل هذا جزء من الحراك؟ بدي افهم انا، هذا من تمثل هذه المرأة؟ طيب. هل هذه مطالب او هذه هيئة ترفيه جديدة في لبنان؟ من حقي ان اسأل انا. نسمع رد سيدنا محمود فقيه، يعني تساؤلات. هل هناك من يشوه يعني. اسمحي لي، هل هناك من يشوه هذا الحراك بهذا العمل؟ طيب. وهذا امر معيب جدا، المطالب محقة والشعب محق بمطالبه، لكن نريد من يمثل هؤلاء الناس لكي نعرف كيف يتم التفاهم بينهم وبين الحكومة. يعني بالفعل وعلى يعاب على هذا الحراك سيد محمود فقيه غياب قيادة نعم. توحد هذا الحراك، ترفع مطالب ويتم التفاوض مع الحكومة على ضوئها. كيف لك أن ترد على كل هذه التساؤلات التي طرحها سيد محمد حيدر؟ ماشي. بالنسبة للقيادة، يعني الجمال في هذا الشارع هو عفويته. بالطبع هناك قيادات للحراك تنسق فيما بينها فيما بعضها البعض، بالطبع هيدا موجود، ونحن جزء من هذا الكيان، من هذه الكيانات الموجودة. ولكن بمحل من المحلات لا، الشارع هو القائد، لأنه إذا بتلاحظي هناك خطاب واحد موحد عم يتفقوا عليه، لا للطائفية لا لهذه الحكومة، نعم للإصلاحات، يعني في نعم لإصلاحات. ولكن هذا جميل. غير كافي سيد محمود، يعني هل الخطاب الواحد هو كافي؟ يعني هنالك حاجة لقيادة بالفعل ترفع هذه المطالب. يعني صحيح. لماذا، ما سبب غياب هذه القيادة؟ لقلك بتصور يعني غياب قيادة، لأنه ما حدث في لبنان لم يكن محضر مسبقا، يعني ما كان في شيء محضر، كانت شيء مثل قنبلة وانفجرت. وحتى مثلا أنا بخبر يمكن عن حالي، يوم اللي خرجت يوم الخميس بالليل ودعيت للناس تتظاهر بقلب الطرقات، وكانت وقت الشرارة الأولى، لم أكن أتوقع أن يصل العدد ما وصل إليه اليوم، كنا 20 شخص على جسر فؤاد الشهاب في بيروت، ما توقعت أنه أنا أوصل لتعبي الساحات بدعوة صغيرة أنه تتعبى الساحات صراحة. فتسأليني كيف بده يكون في قيادة للناس اللي نزلوا بأربعة أيام؟ هذا في رد على هذا الكلام جداً من فضلك جداً. هذا في رد على هذا الكلام جدي جدا، ويمكن أن يشكك بطبيعة هذا الحراك. كيف يمكن أن يكون هذا التحرك في الشارع منظم من حيث الأداء بتقديم التجهيزات والتسهيلات والصوتيات، حتى المأكولات والأكل والشرب، إضافة إلى ذلك الراقصات، هذا مين بيجيبن هو؟ طيب خلينا ما تقول لي مش منظم هذا الكلام. خليني جاوبك. يجب أن تظهر هذه القيادات، اسمح لي شوي، يجب أن تظهر هذه القيادات التي تنظم إلى الشارع اللبناني لكي تعرف من هم هؤلاء. من حقنا، أنا أقول أن هذه المطالب محقة، ويجب أن أرى من هم، من يوجه. أنا يمكن أن أكون جزء من هذا الحراك، وأنا أريد أن أعرف ما هي المطالب التي يمكن أنا أن أساهم بها كاقتصادي لبناني أعيش في المغترب. أنا يمكن أن يكون لي حقوق. طيب. أنا شريحة من الشعب اللبناني. طيب. الذي يذهب إلى لبنان ويتم استهلاكه في لبنان بحجة أن أنا مغترب، وعندما آتي إلى لبنان لا أجد هذه الخدمات. من حقي أنا كلبناني. طيب. أن أعرف هؤلاء وهذا الحراك. تفضل. 100% صح. خليني جاوبك أستاذ أحمد. بالنسبة لهذا الحراك، مثل ما أنت عم بتقول، هناك أشياء طبيعية، يعني هذا الشعب المضغوط
يمكن أن يعبر عن حالة الضغط الموجودة منه كحالة عصبية، حالة عنفية، حالة ثورية بالخطاب، بالهتافات، بالشعارات. وهناك ناس آخرين يعبرون عن هذا التخلص من هذا الكبت بحالة فرح، بحالة الفرح بهذا الوطن، بحالة الفرح بحمل العلم اللبناني. طيب. بحالة الدخول إلى يعني مناطق لم تكن عليها. يعني نكتفي بهذه النقطة حتى لا نبقى في هذا السجال بين اللوم حول ما بين إلقاء المسؤولية على الحراك وعلى الحكومة.